السلام عليكم ورحمة الله. باشمهندس محمد أشرف، هبقى مع حضراتكم إن شاء الله في شرح منهج السناتري انجينيرينج أو الهندسة الصحية مع بعض إن شاء الله في الحلقة الأولى من الجزء الأول، وهو شرح النظري بحل مسائل تنقية محطات المياه. طيب ان شاء الله المنهج بتاعنا هيبقى مجموعة من الحلقات، اعتبره مسلسل رمضان. تمام، لو انت بتتابع مسلسل رمضان 30 حلقة والحلقة بتقعد نص ساعة او ساعة الا تلت، برضو خد المنهج من باب انت عايز تثقف نفسك، ما تاخدوش من باب روتيني اللي هو لازم احفظ دي، لازم المسألة دي تتحل. لا، لو بدأت المنهج مع بعض اللي هو نظام حلقات، يا عم هخليه لك بفضل الله وبعون الله 30 حلقة، حلو الكلام، وكل حلقة تلت ساعة ماكسيمم نص ساعة، وهتلاقيني بدردش معاك، مش اللي هو كذا وكذا وكذا وهتمشي المسألة كذا، لا بندردش مع بعض. اسمع الحلقة بقى قبل ما تنام، في المواصلات، في طريقك للكلية، زي ما تحب تسمع الحلقة، في الوقت اللي الغزالة فيه رايقة كده هنقعد ندردش مع بعض شوية في علم الهندسة الصحية. طيب مش مهندس، خش في الموضوع ومش عايز راغي. ايه الهندسة الصحية دي؟ الهندسة الصحية بالانجليش sanitary engineering، قبل ما اقول لك تعريفها هو ايه، هي تنقسم لتلات حاجات. تنقسم الى علم تنقية المياه اللي هي الووتر سبلاي انجينيرينج، والويست ووتر انجينيرينج اللي هي الهندسة لمعالجة مياه الصرف، والانفيرومنتال انجينيرينج. طيب علم الهندسة الصحية هو العلم الذي يهتم بدراسة مراحل دورة المياه، من اول ايه، من اول اخذ المياه من مصدرها، وليكن سي مثلا نهر النيل، مرورا بمحطات تنقية المياه. انا عشان اجيب المياه من نهر، مصدر نهر النيل او مياه جوفية او علشان انت تشربها، لازم قبل ما اشربها لحضرتك لازم اعمل لها عملية تنقية. ففي مكان بنقي في المياه اللي هو اسمه محطة تنقية المياه، ووتر تريتمنت بلانت، ووتر تريتمنت بلانت اللي هو محطة تنقية المياه. طيب بعد ما عملت لها تنقية في محطة، بعد كده وزعها لك عن طريق ايه، شبكات تحت الارض لحد ما تفتح الحنفية وحضرتك تشرب. يبقى العلم الاولاني ده اسمه ها الووتر سبلاي انجينيرينج، او هندسة امدادات المياه، اللي هو عايز اشربك يا حبيبي ميه. طيب بعد ما شربت الميه وروقت على نفسك واخدت دش واستخدمتها في حمام وفي مطبخ وفي غيره، خارج الميه دي اسمه الصرف الصحي. طيب الصرف الصحي اللي هو الويست ووتر انجينيرينج، مو اسمه بقى مش تنقيه، معالجه ميه الصرف. ميه الصرف اللي خارجه من الحمامات والمطابخ دي بعمل لها شبكات عشان تصرفها في البلاعات زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله في المنهج بتاعنا. وقبل ما ارميها النهر النيل، لا ممكن اعملها معالجة علشان اخف من حدتها وارميها تاني في مصدر نهر النيل، او اسقي بيها بعض النباتات يبقى استخدمتها في مصدر تنقية. طيب النوع الثالث من علم الهندسة الصحية حاجة اسمها الانفيرومنتال انجينيرينج اللي هو علم البيئة، وده ادارة النفايات والمخلفات، زي معلش في الكلمة القمامة. القمامة دي من الهندسة، العلم اسمه الهندسة الصحية والبيئية، العلم الأشمل الهندسة الصحية والبيئية Environmental and Sanitary Engineering، علم الهندسة الصحية والبيئية. طيب احنا ان شاء الله هنبدأ مع بعض في الجزء الأول بإمدادات المياه اللي هي الووتر سبلاي انجينيرينج. طيب إمدادات المياه تنقسم إلى 3 stages أو ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة collection works اللي هي أعمال تجميع، ثم التريتمنت وركس أعمال معالجة، ثم الديستريبيوشن وركس اللي هي أعمال توزيع. إيه بقى الكلام ده؟
سيبك بقى من الصرف وسيبك من إدارة النفايات والمخلفات، خلينا في المية، في مية في نهر النيل وأنا عايز حضرتك تفتح الحنفية وتشربها بالهنا والشفا، هنعمل إيه؟ طبعا ده التعريف اللي احنا عرفناه الووتر سبلاي انجينيرنج، جزء من الهندسه الصحيه اللي يتعامل مع مياه الشرب ويشمل اعمال تجميع وتنقيه ومعالجه وهندرسهم بالتفصيل. والوستر ووتر هو الاعمال الجزء المتعلق بتجميع مياه الصرف الصحي والانفيرومنتال، يهتم بدراسه الملوثات البيئيه وتقليلها والتخلص منها. طيب مراحل المعالجه يا حبيب قلبي، بص يا عسليه كده، ميه خام اللي هو الفريش ووتر، اللي هو في مياه في نهر النيل، في مياه في ابار، اي مصدر من مصادر المياه، تجميع مياه امطار، اي مصدر من مصادر المياه هتبدا تشتغل عليها اسمه الماء الخام. طيب بعد كده بتاخد المياه، انا عايز المياه دي افتح الحنفيه واشربها، ادي عند الاستخدام. هتمر بص بمراحل عده. ايه المرحله الاولى؟ في حاجه اسمها المخثرات، وسيبك من الاسم العربي هنعرفها بالتفصيل، عمليه الترويب. ايه عمليه الترويب دي؟ هندسه. هتزهق بقى من الكلام الكتير ده، بس ركز معايا في لعبه صغيره. الميه دي حبيب قلبي، وانا بوطي صوتي عشان البكتيريا اللي هتكلم عليها ما تصحاش، الميه دي فيها بعض البكتيريا وبعض الفيروسات وبعض الكائنات الحيه الدقيقه انت ما تشوفهاش، بس لو تحت الميكروسكوب، وده كان جزء من الدراسه بتاعتي، تحت الميكروسكوب بتشوف الكائنات دي. طيب انا وظيفتي الميه دي طبعا بيبقى فيها ورق شجر وحيوانات ميته وكلب ميت وقطه منتنه والكلام ده كله، انا بحط شبك زي ما هنشوف بعد كده في المآخذ الانتكس، بحط شبك كل ده يتراكم عليه، الميه تخش لي فيها نوعين من الايه، ها، نوعين من المعلقات او الاجزاء المتعلقه، حاجه اسمها السسبندد، حاجه اسمها السسبندد سوليدز، وحاجه اسمها الديسولفد سوليدز. ايه يا عم الكلام الغبي ده؟ السسبندد وهنشوفها في لسه، الكلام ده هندرسه بالتفصيل، بس انا ايه شوق ولا اتدوق يعني، لازم بس اديك نبذه كده مختصره. السسبندد هي المتعلقات، في حاجات متعلقه انت شايفها، في عقاره انت شايف حاجات ماشيه في الميه، بس ما فيش شبك يقدر يمنعها، حاجات اقل من الملي بس انت قادر تشوف، دي اسمها السسبندد. وفي حاجه اسمها الديسولفد، الديسولفد اللي هي الحاجات العضويه اللي دايبه في الميه. فانت بتبدا تحط ماده كيميائيه اللي هي المخثرات، الماده الكيميائيه دي تبدا تتفاعل مع المواد اللي انت شايفها دي، الكائنات الحيه، فيروسات وبكتيريا الى اخره، تبدا الفيروسات والبكتيريا ها تاكل، فوزنها يزيد فتقلبز، فايه اللي يحصل؟ ها انت ما بتاكل بتقول ايه؟ انا عايز انتخ شويه تريح، فانت عايز تريح، يبقى اللي هي عمليه الايه؟ الترسيب، تبدا تترسب. اول ما تبدا تترسب في الحوض بتاعك اهو، تبدا تنزل كده في الحوض، فانت تقوم ايه عامل لها عمليه كشط، تاخد الجزء ده وتخرجه، تفضل ميه ها بدات تروق شويه، تاخد الميه بعد كده وتعمل لها فلتريشن، هنعرف الكلام ده كله، ثم تضيف بعد كده كلور في عمليه التطهير، بعد كده تخزنها في حاجه اسمها خزان العلوي. طبعا التطهير في الخزان الايه، التطهير في الخزان السفلي اللي هو الجراوند تانك اللي انت درسته في الترم الاول لو تفتكر. طب ثم بعد كده يطلع الخزان العلوي اللي هو الاليفيتد تانك اللي هو بقى شكله حلو كده، اللي انت درسته برضه في الترم الاول، ده اللي بيعمل عمليه ها بخزن الميه علشان الاوقات الحاجه، وهنعرف الكلام ده برضه بالتفصيل. ثم بعد كده اديك الميه وقت ما تحب. دي مراحل الميه يا حبيب قلبي. طيب تعال بقى نشوف المراحل اللي علينا كمان اكتر في المنهج. الووتر سبلاي اللي هو امداد المياه، الووتر سبلاي خدت المياه من ها، ادي المياه، ادي نهر النيل وليكن، فانا عايز اعمل ايه؟ هاخد المياه، طبعا المياه بتعدي في كلب ميت قطه ميته، قلنا في ايه؟ ها سكريننج، سكريننج يعني شبك، يبقى وظيفه الفانكشن اوف سكريننج وظيفه الشبك، يبقى ما تجيش بقى تقول لي انا هحفظ وظيفه ايه، لا افهم الشبك ليه؟ لمنع الاشياء المتعلقه اللي هي اسمها suspended solids او suspended matters اللي هو العوالق المرئيه، يعني في حاجات انا شايفها صح؟ يبقى دي اسمها السكريننج، ووظيفتها ها منع removal of او remove ها suspended solids. طيب
ثم بعد كده يبقى اول حاجه عمليه التجميع، انا باخد عن طريق مآخذ، انا بجيب كده بايبس زي ما هنشوفها برضو في الدرس بتاعها، باخد طب كم بايب يعني كام ماسوره هعمل تجميع، والماسوره قطرها قد ايه، يعني ماسوره ولا اتنين ولا تلاته، وقطر الماسوره دي اسمها كوليكشن ووركس، اعمال التجميع، وهي كل الاعمال اللازمه لتجميع المياه من مصدرها اللي هو وليكن نهر النيل وتوصيلها الى محطه المعالجه، هي بس هدفها ايه، من والى. طيب ثم بعد كده خلاص خدتها ورميتها في ايه، في محطه المعالجه، دول كلهم محطات المعالجه، وكل واحده من دول خزان هنعرف نجيب حجمه ازاي، طوله وعرضه وارتفاعه وكميه الميه وعدد الخزانات، ده الديزاين اللي احنا، ده المنهج بتاعنا على فكره يا حبيبي منك ليه، اللي هو الميكسينج تانك. يبقى التريتمنت وركس اللي هم اللي انا شاورت عليهم الاربعه دول، التريتمنت وركس اعمال التنقيه والمعالجه عباره عن الاعمال الضروريه لتنقيه وتطهير المياه واجعلها صالحه للاستخدام الادمي، اللي هي ايه، الميكسينج تانك، خزان الخلط، اللي هو ايه، الخزان خلط، جبت الميه من نهر النيل هتبدا تحط الايه يا حبيبي، ها هتبدا تحط المواد الكيميائيه اللي هندرسها بالتفصيل، اللي هي زي الشابه والكلام ده، حطيت مواد كيميائيه زي ما تحط السكر وشاي، وبتعمل ايه بعد ما تحط السكر والشاي، ها تقلب، فبقى عمليه التقليب اسمها الفلوكيليشن بيزن، اللي هو الخزان الترويق، عارف كلمه ترويق، هروقك، هروقك يعني ايه، هبدأ اخلط الجزيئات ببعض، يبقى الفلوكيليشن بيزن اللي هو خزان الترويق او التقليب زي ما بنسميها، اللي هو ايه، هبدأ اقلب، ادخل جزيئات ده في جزيئات ده، يعني ايه، حطيت المادة الكيميائية وعندي بكتيريا، طب والبكتيريا عايزة توصل، ابدأ اعمل تقليب، اللي هو البكتيريا تبدأ تقرب وتاكل بقى، طب بعد ما كلت، يبقى الفلوكيليشن بعد ما كلت، ها يبقى الفلوكيليشن ده وظيفته ايه، بعد ما عملت تقليب اللي هو خلطت وقلبت، طب بعد ما قلبت زي بالظبط ما قعدت الضيوف على ترابيزه السفره، وبعد كده هتبدا تخليهم ايه، ياكلوا، الوقت بتاع الاكل اللي هو الربع ساعه والتلت ساعه ده اسمه الفلوكيوليشن تايم، وقت الترويق، مش انت بتقولك مش عارف بلد ايه اللي بيقولك اتروقت ولا روقك، زي الفيلم بتاع احمد حلمي يقول له بدك تتروق يعني تفطر، تمام، الخزان باللغة العربية فعلا اسمه الترويق، يعني ايه الترويق ده، وظيفته هو، ركز معايا بقى في الكلمة دي، اعطاء الوقت الكافي لاتمام عملية التفاعل بين المواد الكيميائية اللي انا بحطها والبكتيريا والفيروسات والكائنات الحية الدقيقة، مش في كائنات حية دقيقة في المية، انت حطيت مادة كيميائية وعملت عملية الخلط في الميكسنج تانك، تخش للخلط اللي بعد كده اللي هو ايه، هتدي الوقت الكافي بقى، عدد الخزانات دول قد ايه، ما هو الفلوكوليشن بيزن كم خزان، انت كمهندس انت اللي هتعمل العدد، طب والخزان طوله قد ايه وعرضه قد ايه وارتفاعه قد ايه، طب والوقت الكافي لاتمام عمليه التفاعل، ما انت لو اديت الوقت اقل من المطلوب مش هيلحق ياكل، هو انا لحقت يا لمبي، طب ولو اديت اكتر من كده هيترصف في الخزان ده، لا انت عايز حاجه اسمها الاوبتيمم تايم، اللي هو الوقت الكافي لاتمام التفاعل، كلت اول ما ياكل على طول تاخده اوضه النوم، اوضه النوم ايه، يريح شويه بقى، يعني الضيف جالك وزعت عليه الاكل، طيب وبعد كده قعدته على السفره ربع ساعه تلت ساعه كل، بعد ما ياكل له ايه، خش ريح شويه بقى، قام داخل ايه، يريح في السيتلينج تانك، السيتلينج تانك اللي هو يا حبيبي خزان الترسيب، هيبدا ايه، البكتيريا كلبظت بقى، كلت وتخنت كده تبدا تترسب، طب بعد ما ترسبت ابدا اخد بقى اللي ترسب ارميه، او دي اسمها الروبه، او في الصرف اسمها الحمأة، دي هندرسها بالتفصيل بعدين، مش عايزها، المهم انا عايز الميه بقى اللي بدات تتنقى، اخدها وادخلها عمليه فلتره في الساند فلتر، الترشيح الرملي هنعرفها بالتفصيل، دي مراحل التنقيه، طب بعد كده الخطوه الثالثه اللي هي الديستريبيوشن وركس، اللي هي الاعمال اللازمه لتوصيل المياه بكميات وضغوط مناسبه للمستخدم، هدخلها تو ستورج اند ديستريبيوشن، هخزنها خزان ارضي، ازود الكلور المطلوب، بعد كده خزان علوي لتنظيم، اعمل عمليه تنسيق للميه، يعني الميه بالليل كتير، ينفع اجي مثلا وانت نايم كده كل ساعه، طب هنقولها بالتفصيل الفيديو القادم، بس اعرف اللي دلوقتي خزان الارضي والعلوي لتنظيم عمليه الميه، ثم بعد كده طبعا ديسنفكشن دي بنحط نسبه من الكلور، بعد كده بعمل عمليه التوزيع، يبقى قبل ما نخش على البوبيوليشن او التعداد السكاني في الفيديو القادم،
يبقى مراحل، يجي يقول لك سؤال مراحل عمليه التنقيه، الكوليكشن ووركس وتقول وظيفتها، تريتمنت ووركس وتقول وظيفتها، ديستريبيوشن ووركس وتقول وظيفتها. اخر حاجه في الفيديو ده، انا عارف طولت عليك بس بعد كده هبدا هتلاقي اللعبه اهدى من كده شويه. الووتر سبلاي باختصار قال لك في اعمال تنقيه واعمال توزيع، في اعمال تنقيه واعمال توزيع. اعمال التنقيه تبدا بالمآخذ، طبعا عدد المآخذ وقطر المأخذ ونوع المأخذ، ده اللي احنا اللي هنحدده من اول الفيديو الرابع تقريبا او الخامس. مواسير المآخذ، محطات الطلمبات، وترسيب، ترسيب طبيعي وترسيب كيميائي وترشيح، واعمال التوزيع في خزانات ارضيه وعلويه وفي شبكات مواسير وغرف محابس مواسير، كل حاجه مطلوب نعرف اكترها وعددها وحجوم وكميات وقت، كل ده ده المنهج بتاعنا. طيب الفيديو ده او الحلقه الاولى من الجزء الاول اللي هو محطات تنقيه المياه، قلت لك بس المراحل، واعذرني لو كان الكلام سريع شويه، مش عايز اتقل عليك، عايز الم بس كده اعمل لك يعني عرض سريع للمنهج بتاعنا. طبعا الحلقه الاولى هي حلقه بيجي فيها سؤالين او ثلاثه نظري من الكلام اللي قلناه. ان شاء الله اتمنى تكونوا بفضل الله فهمتوا جزء ولو مش قليل، يعني نقول 60-70%، لحد ما نبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ نوضح إيه الخطوات اللي إحنا هنبدأها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.